في البدايات عشاق ومحب الاسد الاطلسي والنجم المغربي اشرف حكيمي، انزل اعمل لايك للفيديو، فجر زر الاشتراك، فعل زر التنبيهات علشان تكون انت، ايوه انت، اول من يصلك كل فيديوهاتنا المقبله في الفتره القادمه. مفاجآت حصريه وناريه واخبار حصريه ناريه مشتعله اسطوريه لحضراتكم فقط يا ساده. مدرب باريس سان جيرمان موريسيو بوتيتشينو حتى الآن هو مدرب باريس سان جيرمان، لكن في الساعات القليلة القادمة رسميا سيتم إقالته وسيتم تعيين زين الدين زيدان مديرا فنيا جديدا للفريق الباريسي باريس سان جيرمان. ولكن موضوع حلقتنا النهاردة تصريحات بوتيتشينو بعد انتهاء المباراة أمس وهزيمة باريس سان جيرمان 3-0 مع الرأفة من موناكو في الدوري الفرنسي، أدلى ببعض التصريحات النارية تخص مستقبل الأسد الأطلسي أشرف حكيمي، وكذلك قدم اعتذاره لحكيمي عن هذا الأمر اللي هنعرفه من خلال هذه الحلقة. بوتيتشينو أكد بأنه إذا استمر في فريق باريس سان جيرمان فإنه تماما لن يفرط في أشرف حكيمي. مسألة رحيل أشرف حكيمي بنهاية هذا الموسم إذا بقى بوتيتشينو مديرا فنيا لباريس سان جيرمان أمر مرفوض تماما. هذا التصريح من على لسان الأرجنتيني الضعيف موريسيو بوتيتشينو. كذلك بوتيتشينو قدم اعتذاره لأشرف حكيمي على عدم إعطائه للواجبات الهجومية في المباريات السابقة، وأكد بوتيتشينو بأنه أخطأ في عدم إعطاء أفضل باك يمين في العالم يا سادة أشرف حكيمي للواجبات الهجومية وإلزامه ببعض الواجبات الدفاعية، وأكد بوتيتشينو أن الأمر سيتغير في المباريات القادمة.